بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. والذي لا يبلغ الواصفون كونها عظمته، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما يليق بكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه بها، واستغفره لما أزلفت وأخرت استغفارا من يقر بعبوديتي ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكلمنا بنور الفهم، وتوضح يا مولانا ما أشكل حتى يتبين ويعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، فإلى باب الإجماع في رسالة الشافعي عليه من الله الرحمة بالانقطاع. هذا المبحث الذي يعد من الأصول الإجمالية الكبرى، أو قل هو ثالث الأصول الإجمالية التي يعنونها حين يقولون أصول الفقه، أي أصول التفقه التي ينبني عليها الاستنباط، والمشار إليها بقول القائل أصوله أدلة الإجمال ومستدل طرق استدلال، تلك مباحث فني، هذه مباحث استدلال. الأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد الأصولي. ونبه إليها أيضا من قال وإن تشأ أصول ما استدل به، وإن تشأ أصول ما استدل به بنفسه في ضمنه إلحاق به. كما هذه ثلاثة، في الأصل بنفسه الكتاب والسنة، وما يتضمن النص الإجماع، والإلحاق بالنص القياس. إذن الإجماع لابد أن يكون مستنده النص في ضمنه النص، ولكنه لم ينقل إلينا النص، ونقل إجماعنا عليه لمعاني سنبينها. الإمام الشافعي وهو يريد أن يعالج هذا الموضوع العظيم في رسالته ابتداء، ماذا صنع؟ أولا استبعد، ثم ميز، ثم أسند، ثم استدل. هذه عناوين أقرب بها مستفاد المبحث تيسيرا للطالب وهو يطالع هذه الرسالة التي تميزت بخصائص جعلتها أحيانا تتأبى على المطالع والمتابع. أسلوبها الجدلي، لغة الشافعي رحمه الله الخاصة، طبيعة الموضوع نفسه، طبيعة التأسيس، أول ما سيؤسس، طبيعة الهاجس الكبير بين عيني الإمام المؤسس لعلم الأصول، هاجس الذين لا ينضبطون وهم يستدلون، والذين يتوسعون ولا من دوحة ساعة، والذين ويحس من نفسه مسؤولا بالكفاية
في مقام فرض الكفاية على الذين لم يرتقوا إلى مقامه، فهو نائب عن الأمة في وضع أسس لصيانة فقه الاستنباط من أن يدخل إليه أصحاب الانفراط، وكان أمره فروطا غير منضبط ضائع. أولا استبعد بطرف خفي أن يكون الاجتماع أو الإجماع رأيا قد شاع فأخذ، أو أن يكون عمل رعاع، صور من ما يقال رأي الجماعة، فكرة أشيعت ثم قيل بها ثم انتشرت، هذه الأشياء يستبعدها. ويزيد استبعادا حين يميز بين نوعين من الإجماع: إجماع مسند وهو المحكي بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرف بالنسبة، فكان الناس يقولون قال رسول الله من الأحاديث المشتهرة التي استفاضت وتواترت، هذا إجماع محكي، هذا أصل بنفسه، ولا يمكن أن نقول هذا إجماع، ليس هو الإجماع الأصولي. الإجماع الأصولي متضمن لنص نسي أو حفظه البعض. أما الإجماع المحكي بالنسبة، الأمة كلها تعرف مثلا حديث من الأحاديث التي اشتهرت على اللسان واستفاضت وتواترت، فهذا قسم من العلم الضروري الذي يبنى عليه الأصول التي يشترك فيه الكل. أما المراد بالإجماع فهو القسم الثاني المسمى بالإجماع غير المحكي، الذي تكون عليه الأمة في ديار الإسلام من عقد أو قول أو عمل اتفق فيه أئمتها فلا خلف بينهم وجرى عليه عامتها لأنها تبع لهم، هذه صورة الاجتماع أو صورة الإجماع. ثم أسند، أنا أسند بين الأصل الذي يكون في الضمن الذي يجعل لهذا الأصل اعتباره من حيث الحجية، مش الاستدلال، الإسناد، ما في ضمن ما يشار إلى أن هذا الأصل معتبر في الجملة. ونبه على ذلك بحديثين مر معنا أو مر أحدهم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: نضر الله امرأ أو عبدا سمع مقالتي فأدى، أو كما قال، وفيه طرف محل الشاهد منه: وثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، الإخلاص لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيطهم من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن لزوم الجماعة ضمان من جهته وأمان من جهة أخرى، ضمان وأمان. هذه الثلاث التي لا يغل، هكذا بالضم مع كسر الوسط، أو لا يغل، غل يغل من الغل الذي هو الحقد والحسد، الفساد الباطن، لا يغل لا يخون من الإغلال أو الغلول، إغلال لا إغلال ولا إشلال، لا خيانة ولا نهب في الحديث. الخيانة والغل أمراض باطنة تفسد الود وتمرض العبد وتثير الانشقاق في الصفوف، لا يلتئم جمع مع فساد السر. إن لدى جميع الصور والبواطن فاسدة منخورة معلولة، ثلاث لا يغل عليهن، بمعنى لا يفسد القلب الباطن مع هذه الثلاثة، إذا وجدت ارتفع الفساد الباطني، انتهى وغسل السر، غسل سرك. أولها الإخلاص لله، لأن الرياء والشرك قاتلان، الرياء والشرك قاتلان مفسدان للنور، مطفئان للسر، الإضاءة في سرك،
كيف يستنير باطنك وأنت لا تخلص لله؟ الله ليس في اعتبارك مأمول، لا تقره. إما لا تؤمن به إلها واحدا، أو تشرك به معه غيره، أو ترائي داخل الصف داخل العبادة غيره. لا تعمل العمل إلا لغير وجهه، نعوذ بالله أن يكون وجه غير ربنا أعز من وجهه عندنا. اللهم إني نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ثانيها، النصيحة للمسلمين وخلافها الغش. ينصح المسلمين إذا عمل لهم عمل نصح فيه، وإذا خاطبهم بخطاب نصح، نصح صدق، توافق الباطن مع الظاهر. النصيحة بدل الجهد، يقول في عند أهل العلم، نصح اللبن إذا خرس من شوب. والمنصحة عند أهل اللغة هي الإبرة التي يخاطب بها. فالنصح يلم الخروق، المزق الذي عليه نسيج الأمة. النصح إذا تعهدناه التم إذا كان الإنسان فيه نصح، فإن باطنه يتطهر لا يغل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي جاء ليزكينا، قال هذه الثلاثة تطهر باطنك: إخلاص لله، ونصح للمسلمين، هكذا عمومهم وخصوصهم. وثالثها وهو مربط الفرس بالنسبة لي الموضوع، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوطهم أو تحيطهم من ورائهم. لزوم جماعتهم لا يمكن أن نقول لزومها يعني بالأجساد بالأبدان الشفعي، هذا شيء لا يتيسر. كيف ألزمك بالجماعة؟ لا بد أن نفترق، إن هذا ليس مرادا. لزوم الأبدان لبعضها هذا شيء لا يمكن أن ألزم الجماعة على مستوى البدن، إحنا نفترق ونسافر ونختلف، ولا يمكن أن إذا كنت مع هذا فلن تكون مع الآخر. إذن اللزوم بالظاهر، لزوم الأبدان ليس، إذن ينصرف إليه إلى المعنى إذا تعدى حمله على الظاهر، أو إليه لا ما يمكن أن يعمل عليه. وله نظائر سبقت لنا في مبحث أصولي مرة، وهو أن الأمر والنهي إذا ورد على ما لا يمكن أو لا يتأتى صرف إلى سببه أو أتره. لزوم جماعتهم يعني لزوم ما هم عليه من الشمت والعقد وما هو مجتمعوا عليه وتواصلوا عليه، لزوم هذا المشترك المميز الذي يميز نخبتهم وتابعهم. مثل حين يقول الله تبارك وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا نهي عن أن يموت الواحد غير مسلم، ولكن هذا مقدور. أنت تملك أن تموت؟ لا تملك، يعني العاقبة غائبة. إذن لا تموت إلا وأنت مسلم معنى مصروف إلى سببه، وهو تعاطي أسباب الاستمرار، استمر وتعلق بالله وكن على رجاء أن يختم لك بخير. إنه فمصروف للسبب، لا تغضب، لا يمكن، لأن هذه أشياء طبيعية. ولكن المهم لا تتعاطى أسباب الغضب من جهة، أو إذا غضبت فلا تؤسس على غضبك أفعالا هي من قبيل الانفعالات المفسدة فتنتقم وتتجاوز الحد، هذا هو الذي يصرف إليه. أما أصل الغضب فلا يمكن. والشافعي من حكمه: من استغضب الله فلم يغضب فهو حمار، هذا من كلام الشافعي رحمه الله من حكمه. وبمقابل: ومن استرضيته فلم يرضى فهو شيطان، تعتذر إليه وتسترضيه فما عنده خبير، هذا فهو شيطان.
لزوم جماعتهم علل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلة، فإن دعوتهم تحيطهم من ورائه. وهذه الكلمة دعوة هنا في أسلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، لا أجد لها في قاموس اللغة نظيرا. هذه ليست دعوتهم، يعني إيه معنى تداعيهم، أي تضامهم، أي وحدتهم. تعلم أن الأمة حين تكون على قلب واحد ووجهة واحدة يكون بعضها مع بعض كالجسد، يتداعى بعضه لبعض، إذا تألم أحد تألم الكل. دعوتهم تحيطهم من ورائهم، أي أن هذه الوحدة هي ضامنة وحارسة لوجودهم، تحوطهم وتحفظهم، يعني في الجماعة حفظ، صيانة، أمانة، أمان. كما أن في الثلاثة براءة من فساد الباطن، وهذه حصانة من تفكك الظاهر، فحصل بالثلاث ضمان وأمان. فإذا ضممنا إليه المستند الثاني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، من سره بحبوحة الجنة، وهذا هو الصحيح، بحبوحة هكذا يمكن يكون فيها التخفيف وارد، أنا ما تيسر لي التحقق، ولكن بحبوحة هكذا بالضم الباء والواو في الوسط، بحبوحة الجنة يعني وسطها، أجمل ما في وسطها، والوسط يعني الأفضل والكمال، وليس الوسط الحسابي. يعني من سره بحبوحتها يعني أفضل مكان فيها، قال أوسطهم أي أفضلهم سيرة ونظرا، كنتم أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس عدولا خيارا، فاضل في مقام القدوة. من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، كما قال صلى الله عليه وسلم على آله. إذن أجل هذا فيه ضمان لتحصيل هذا الخير في الآخرة، وفي الحقيقة إنما هو ضمان للجنة، لأنه في الحقيقة يكسب صاحبه طيبا وتزكيا، يجعله أهلا بمقتضى قول الله سلام عليكم طيبتهم فادخلوها، هذه هذا إعلام يقال للجنة وهم داخلون، طيبتهم استحقتم الجنة طيبة وطوبى لكم، سلام عليكم طيبتم فادخلوها إذ لا يساكنون فيها إلا طيب. الإشارة في الحديثين إلى لزوم الجماعة هو مستند الإجماع بصفة عامة، لا يمكن أن يكون الاجتماع معتبرا ولا ملتفتا إليه إلا وفي النصوص ما يدعو إليه، وهذه دعوة إلى لزوم الجماعة. ولزوم إجماعها وسيلة من وسائل لزوم جماعتها، إذا كنت لا تتفق معي لا في عقيدة ولا في رأي ولا في موقف، كيف ستكون معي؟ كيف ستكون؟ كيف سيحصل هذا اللم وهذا الضم؟ هذا التضام لا يمكن أن يحصل، فهذا لازم له. في ذي قال الإمام الشافعي هذا مستند. ثم عرف، وعن هذا التعريف نقدم له بمقدمة لغوية بسيطة، يقول أهل اللغة أجمع على الأمر إذا عزم عليه عزما لا يرتجع عنه مصمما، ويقول أجمعوا على كذا أي اتفقوا عليه، على عمله أو قوله أو فعله تزم. إذن ففي الإجماع معنى الاتفاق، ولذلك اللغة، فلذلك إذن حين نقلناه إلى الاصطلاح إنما قيده الاصطلاح لما أخرجه عن دلالته اللغوية. إذن فالإجماع اسمه إجماع واتفاق مجتهدي الأمة في عصر من أعصرها على حكم شرعي لنازلة حلت بها مستجدة حادثة. اتفاق مجتهدي الأمة
أي كلهم، وهذا جئنا من بعد أن هناك القلة التي قالت ويكتفى بالأكثر من بعد دراسة الأصولية. وكان جدل طويل هل يد السنية واحد منهم، فإنه يؤثر في الإجماع ولا يؤثر، ثم هل يشترط العدد ولا يشترط، هذا جفر. هناك من اشترط عدد التواتر لأنه هو الحد الذي يؤمن الخطأ معه. وتعلمون أن عدد كم قيل فيه من 12 على الصحيح إلى عدد آل بدر، عدد التواتر الذي قيل، وكل يعني يستدل بعدد فيه إفادة ما يعصمه من الخطأ بالنسبة للعدد في مثل ذلك. ثم دليل الإجماع من كتاب الله وسنته هو غير المستند العام، فقولها حديث عمرو، هو هذا قول سيدي الأدلة التي استدل بها لي قول سيدي القرآن هذا نعم. ويتبع من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. هذا الوعيد نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، الوعيد بالنار اللي يكون إلى أعلى ترك واجب أو فعل محرم. يستفاد منه أن المشاقة أي ترك سبيل المؤمنين وهكذا بالإضافة إليهم يدل على أن السبيل مشترك متفق عليه، والمسلمون يدخل فيهم نخبتهم وأئمتهم ابتداء وتبعوهم على الأصل والشرط. فإذا كان المؤمن سبيل اجمعوا عليه وساروا عليه، فجاء واحد فأراد أن يشق ذلك ويختلف معهم فيه، يقول هذا الوعيد بين يدك. ويتبع، إذا اتباع غير سبيل المؤمنين يعرضوا لهذا الوعيد، إذا الواجب عليه ترك ذلك لأنه هذا محرم بسبب الوعيد، وهو اتباع السبيل. فيستفاد منه مفهومه أن اتباع سبيل المؤمنين إذا وجد لهم سبيل وحصل لهم إجماع يبقى اتباعه، واتباعه هو الانخراط في الإجماع، عدم النقص، عدم الشق، عدم الشدود، فيصبح هذا واجبا. إذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين معصية وكبيرة يترتب عليها هذا الوعيد، فإن ضد ذلك وهو لزوم جماعتهم هذا يخلصك من طائلة العذاب. إذن هذا دليل صريح على وجوب سبيل المؤمنين، وجوب اتباع سبيل المؤكد بالإضافة إليهم كلهم. استفاد من العلم دليلا قرآنيا على وجوب الإجماع. أيضا قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، افتحوا انتم على الكتاب على الإجماع، احنا نقرأه، افتحوا الكتاب ما عندكم شيء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الإمام الشاطبي هو إجماع هذا ويبلم، ونظر لغياب العناوين الجزئية فإن الطالب ينبغي أن يكون ذكيا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، القراءة المكية، ولا تفرقوا، لا تتفرقوا، يكونوا مجتمعين. ففي دعوة إلى الإجماع ما أمكن أن يكون عليه. إذن أمر بالاعتصام بحبل الله وهو حبل الجماعة، ونهي عن التفرق، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا حصل اتباع الإجماع. ففي إشارة إلى ضرورة اتباع الإجماع وعدم التفرق. ثم أيضا نعم، لا لشهادة دليل، نعم ما كان ولا شيء، ثم ما تقرأوا الرسالة، ثم نعم ما تقرأوا الرسالة. ثم في حديث ما في الإجماع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية على خطأ، وكلاهما صحيح على تفاوت في رتبتي في رتبة الصح، لا تجتمع أمتي هذا خبر، والخبر لا يدخله نقد، خبر النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، بمعنى أن اجتماعها معصوم من طروء الخطأ عليه حين يكون إجماعا. وما دام كذلك فإجماعها
أصل من أصول من الأصول المتبعة التي لا يجوز تجاوزها. ويضاف إليه مما يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة وعلى الجماعة، ومن شذ شذ في النار. والحديث الأول مع يفيد التأييد، وعلى يفيد الحراسة والصيانة، فهي مؤيدة ومحفوظة مصونة. والحفظ هنا حفظ مما يسيء إليها ويورثها الزيغة والانحراف، وهو الأخطاء والمخالفات. كانت مخالفة عن الصراط في باب الفكر ولا في باب الفعل، في باب العقد ولا في باب الممارسة والسلوك. هذه الآيات مضموم إلى هذه الأحاديث هي من بين الأدلة على أن الإجماع حجة دليل. وبه استدل الأئمة منذ بدء الاستدلال في هذه المسألة بهذه الأحاديث. ثم هل هناك من أمثلة على الإجماع؟ قول شيء. ما أورد الأمثلة؟ كن فيه في الرسالة، ما فيه آيات الرسالة أيضا، آياتها وأحاديثها، ما في حديث آخر. إذن نكتفي بهذين آيتين وهذين الحديثين. أما الإجماع فهناك أمور كثيرة لم يشير إليها الشافعي رحمه الله، لأنه في بدء التأسيس. فيكفي أنه بين ماذا نقصد بالإجماع، وأنه الإجماع غير المحكي، وأنه دليل أو نقول أصل يتضمن الدليل، وأشار إلى ما سميناه بلزوم الجماعة إيماء إلى اعتبار هذا الاجتماع. ثم استدل بالقرآن وبالسنة على أن إجماع المسلمين ممتلا في أئمتهم وأهل الحل والعقد فيهم. وأنا تذكرت الآية التي أوردها ولا تريدونها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه ما كانش بالله عليك، أنت ما تقرأ الرسالة. وأولي الأمر منكم، إذن هذا أمر باتباع أولي الأمر. وقد فسره الشافعي رحمه الله بالأمراء والعلماء، أي قادة الفكر وقادة السياسة. هؤلاء متبوعون في كذا وهؤلاء متبوعون في كذا، علماء وأمراء، وكل في بابه. ولكن المراد هنا وهو يتكلم عن الأصول العلماء، معناه أطيعوا الله باتباع أمره ونهيه، وأطيعوا الرسول باتباع سنته قالت، وأطيعوا أولي الأمر فيما أجمعوا عليه. لأن أنا أولي الأمر يعني كونهم مجتمعين على أمر تولوه وكانوا أولي هذا الأمر وضيف إليهم، فينبغي اتباعهم فيما أجمعوا عليه. هو اتفاق أهل العصر من علماء الأمة على حكم حادثة شرعية، على حكم نازل، فينبغي أن يتبعوا فيه، ولا ينبغي أن يخالفوا من غير مجتهد، لأن الخلاف على المجتهد يؤثر في الاجتهاد فلا يصبح في الإجماع فلا يصبح إجماعا لابد، لكن غيره فلا يؤثر في ذلك لأنه ليس مؤهلا للاجتهاد. ويدرك إجماع العلم على أن إجماع العامة لا، ليس إجماعا شرعيا بما يعد من الأصول الشرعية. قد يكون شيئا ملحوظا ومعتبرا في أمور معينة، لكن أن يكون أصلا من أصول الشريعة الكبرى وأدلة من الدليل من الأدلة الإجمالية التي يحسم بها، فهذا لا يمكن. ولذلك لا يعتبر بنفسه ولا يعتبر في باب نقض إجماع الأئمة، لا أبدا، فلا يذكر معه. فمراده اتفاقه والوضع السوي هو أن يكون هؤلاء العامة تبعا لأئمتهم فيما أجمعوا وتوافقوا عليه. فإذن سيصبح لزوم رأي وقول واجتهاد المجتهدين من الأئمة بقول الله وأولي الأمر منكم. إذن سيصبح دليل الإجماع أمرا ونهيا وإشارة إلى العصمة التي هي سر المتابعة، لأنه يدرك بأن الرسول معصوم فاتباعه واجب،
ومعناه مأمون، ونادى القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والحق واحد ولا ينتقد، لا يزيل الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن العصمة هي سر الإلزام، سر الإلزام. ولذلك أنا أتذكر فيما مر معكم في بعض الملتقيات التي مضت أن الله جل في علاه تفضل على هذه الأمة بأن خصها بأنموذج مما خص به نبيه، خص به الله نبيه. لقد جعل الله النبي شاهدا على أمته، وجعل أمته شاهدة على الأمة، وجعله خاتما، وجعل أمته خاتمة الأمة. أنتم تمام 70 أمة آخرها وسابقها، فإن أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم جعل نبيها معصوما، وجعل إجماع أمته معصوما في أنموذج، مش الواحد منهم معصوم، ولكن إجماع معصوما. فأوصيت فضيلة أصلها اشتقاقي، مشتقة من خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نفحات الانتساب، حين تنتسب من بركات الانتساب إلى أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإفاضة، تصور أن حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاضت الروضة على الحاضرين، مثل الله صلى الله عليه وسلم يقول قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، وروضة رسول الله تجاوزت قبره فانفسحت للداخل معه، ولذلك خصت بما خصت به. في الداخل وفيها داخل معه رسول الله، مصاحب لرسول الله كما نص عليه بعض أهل العلم. إذن الإجماع حجة لمعصومية إجماع اتفاق الأمة، ممثلا باتفاق أئمتها. إذ الأصل في الوضع أن يكون غيرهم تبعا لهم، لا يجوز. هذه الألوان من الإثارة التي تفتح الباب لمن غير مؤهل ليقول، مشكلة، وتجعل الكل يقول نفسه لما أنا لا أجتهد. ولذلك قد يجينا فيما بعد آلية الاجتهاد التي تجعلك منخرطا في جماعة المتفقين من أئمة الاجتهاد والدخول في طبقتهم، لا يمكن أن تكون بمجرد الرأي الاستحساني. سنرى الإمام الشافعي رحمه الله وهو في بدء معالجته لموضوع القياس يستبعد مسألة الاستحسان بشيء غاية في الدكة، وحين يقول والقياس يرادف الاجتهاد. القياس يرادف الاجتهاد بمعنى أنه لا يجوز أن يكون تم قياس خارج دائرة الاجتهاد، أو اجتهاد بغير آلية القياس المنضبطة. الاجتهاد إلا بقياس، ولا قياس إلا من مجتهد. فالقائس مجتهد، والمجتهد مستعمل لآلة القياس بشرطها. أما المستحسن الذي يجتهد خارج دائرة القياس، أي من غير أدواته وآليته المنضبطة، فهو خارج دائرة المجتهد، مفترين. فإذا قال سيدنا الشافعي من استحسن فقد شرع، وسيجينا موضوع الاستحسان لنقف منه الموقف الذي نتبين به مقالة الحق في جانب الاستحسان، ما يرفض منه وما يقبل. تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله له كتاب في إبطال الاستحسان، سنستحضره إن شاء الله جملة منه حين نتحدث عن مسألة الاستحسان. الإمام الشافعي رحمه الله وهو يقف من الإجماع على الموقف الذي هو موقف جمهور الفقهاء، ينتمي إلى أئمة الوسط الذين لا يجفون ولا يغلون. ذلك أن هناك طرفين في الباب، في باب الإجماع. هناك قائل لا اعتراف بإجماع إلا بإجماع الصحابة، أما اجتماع الأئمة في العصور الأخرى
فالاعتداد بهم ولا أمان في اجتماعه، وهم الظاهرية. وابتلينا بداود وابنه ومن لف لفه. الاجتماع إجماع الصحابة عندهم هو المعتد به المعتبر. تعلمون أن داود الظاهري كان شافعيا متعصبا للإمام الشافعي، ثم ترك مذهبه من بعد. ولد بعد موت الشافعي، أو ولد في حياة الشافعي قبل موته بسنتين، 202 داود الظاهري إمام المذهب الظاهري، وألف كتابا غاية في الإنصاف للمذهب الشافعي اسمه الكافي في علم المطلب، حين كان منتسبا لمذهب الإمام الشافعي. وكتب أيضا كتاب في إبطال الاستحسان، وتأثير الإمام الشافعي عليه واضح جدا في مذهبه في الأوائل، ومع ذلك فصالة. الطرف الثاني لا يرى للإجماع، لا للصحابة ولا لمن بعده، وده من الرافضة من الشيعة. لماذا؟ لأنه لا ينسجب مع قولهم في معصومية الإمام، العصمة في الإمام، فإذا كان فيكتفى بعصمته عن سواه، وإذا لم يكن فلا عصمة لأحد. لا لمجتهدين اجتمعوا أو افترقوا. إذا بين هذين الطرفين يأخذ الإمام الشافعي رحمه الله موقعه من الأصوليين حين يقرر أن الإجماع متوسع فيه موجود خلافا لمن رفض، وغير مقصور على إجماع الصحابة بل على إجماع كل جيل، وهذا الذي صار عليه. ويعني بإجماع إجماع العلماء نطقا، هذا الإجماع النطقي ليس الإجماع السكوتي، هذا مختلف في حجيته. الإجماع النطقي الذي يفصح فيه أئمة العصر عن حكم الشرع الذي استنبطوه وبغاية الوفاق من غير خلاف معهم وبينهم، ثم يؤخذ به من زمانا ويمكن لهذا. فمثل هذا يلزم أهل العصر، يلزم أهل العصر ويلزم من بعدهم إذا لم ينعقد لهم إجماع. عندك على الشرط اللي فيه، هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط؟ هذه مسائل مختلفة فيها. يعني انقراض العصر يعني موت آخر الذين كانوا بعد حصول هذا الإجماع. إذن نعيد المباحث تحت الإجماع لننتقل إلى مباحث القياس. الإجماع صغير عند الإمام ولكنه هذا الذي فيه باقي إحصاء الإجماعات ومراتبها، هذا نجده في الدراسات من بعدهم وتجزئة الاجتماع. إجماع أهل المدينة عند المالكية معتبر، وهو عمل المدينة يسمونه إجماع، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع بعض الأمصار كالكوفة، وعلة ذلك وحجية عند بعضهم هذا يقال في الأصول التبعية وليس في الأصول الكلية المجمع عليها. هذه أدلة الإجمال الكبرى. أما حين ندخل إلى عمل المدينة أصبح مع الأدلة الخاصة التي قد يقول بها بعض الأئمة دون بعض. الإمام مالك رحمه الله يقول بعمل الجماعة بعمل المدينة أي بإجماعه لمسائل معينة معروفة، أذكرها أنا لكم إن كانت يعني اللي لم يستحضرها الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه لا يرتضي الإجماع الخاص. لكن للإنصاف نقول إن مذهب الإمام مالك رحمه الله في عمله المدينة وإجماعهم يعتبره بشرطين وليس مطلق إجماع. أولا فيما طريقه النقل، أمانا فيما طريقه النقل، فيما لا يجري فيه رأي ولا اجتهاد، في المسائل التي لا عمل الرأي فيها أمشي. ثم اشتهرت، ثم الذين اجمعوا عليها وعملوا بها كانوا تابعين كبار أدركوا الصحابة وانتهى إليهم علمه. وإذلك إذا وجدنا من علماء المذهب المالكي من يقول إن المراد بإجماع المدينة وعمله ما اتفق عليه فقهاء السبعة اللي معظمهم من تابعين، انتهى إليهم فقه الصحابة في المدينة دي.
والمدينة كان فيها آخر ما كان عليه عمل رسول الله، وكان الأخذ بالآخر يعتبر من قبيل ما يرجح به. حتى قال بعض العلم إن الذين لا يقولون بأصالة هذا الأصل فإنهم يجعلونه من المرجحات باتفاق، يعني يحتاجون إلى مرجحات فيجدون أن هذا عمل يرجحون به، يدل الاتفاق على الترجيح به عندهم. هذا ليس فيه كلام. وهؤلاء السبعة المعروفون في قول القائل: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسمون زين أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة فقهاء، منهم من أدركه الإمام ومقل، ومنهم من أدركه بالواسطة وانتهى إليه علمهم، وكانوا قد أدركوا الصحابة، فكان إجماعهم على شيء يجعلون الإمام مالك لا يرى ساعة في مخالفته. خصوصا قلت هنا في الشيء التعبدية التي لا يجري فيها اجتهاد، والتي طريقها النقل وشاعت انتشرت وكانت في التابعين الذين أدرك بعضهم أو كلهم الصحابة فأخذوا عنهم، فكانت هذه المسائل فيها جوانب مرعية تنتهي بالباحث والناظر إلى اعتباره أصلا من الأصول في الحكم، بمعنى أنه إذا اجتمع عليه اعتبرته حكما من أحكام الشريعة. ولكن الإمام يقدمه على القياس، يقدمه على خبر الواحد إذا كان مخالفا، لأن المخالفة كما يقول لكم جعلوا المجتهد يتوقف. كيف أن هذا ولو كان مرفوعا جعل خلاف كل هؤلاء، وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث انتهت حياته، وحيث انتهى، وفيما اشتهر وفيما لا عمل مجال للرأي فيه. كل هذه الأشياء ضمانات ترادف بعضها إلى بعض، فأكسب مسألة إجماع المدينة تكون. ثم إن الذين يجعلون مثلا كبعض الكوفية عمل الكوفية يحتجوا به وبإجماعهم، قال لنا كثيرا من الصحابة استقروا هناك ومارسوا الاجتهاد ونشروا علوم التي نقلوا عن سيدنا رسول الله، فظهر ذلك فيه. فإذا حصل أن هناك اجتماع من الذين كانوا تمته ومن أخذ عنه من تبعين أخذوا برأيه، لكن يبدو أن الاستدلال بعمل المدينة لوجود رسول الله مرجح، ولكونه هناك حيث مات مرجح، ولكل هؤلاء السبعة معروفون بهذا الصمت السباعي. وسيجي إن شاء الله يوما نقرأ مداب مالك كيف أن هؤلاء السبعة كل منهم نقل من الله بعليم في الجانب بتاع ما ينبغي أن يحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإمام مالك ينتهي بإسناده من خلال مشيخته إلى هؤلاء السبعة، ذكروا أو لم يذكروا، فإن رأيهم بدأ من خلاف الأسانيد، من خلال الأسانيد المنقولة إليهم أو الواصلة إليهم. عندنا إجماع الخلفاء الراشدين، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال العلم: لا خلاف في كونه حجة، ولكن الخلاف في كونه إجماعا، له قوة الإجماع الذي من خالفه فقد خالف أصلا عظيما. قالوا فيه مخالف الإجماع قد يصل بالواحد إلى إشرافه على الكفر، هذه أحكام معروفة، ولكن الإجماع متحقق. إذن رتبة الإجماع كما رتبه الإمام في رسالته بعد الأصول التي ذكرت قرآناً وسنةً، وقبيل البدء به ذكرنا بالعلل لدخول الحديث وبخبر الواحد ليصل بنا إلى أن هذه الأشياء كلها أدلة بنفسها على جزئيتها، في حين الإجماع متضمن للدليل. وبين لكم وجه تضمنه، وأنه لا بد أن يكون كلا، أي الإجماع بكله ما يشير إلى اعتباره، وجزءا في القضية الواحدة ما يشير إلى الأخذ بها، الجزئية الواحدة. أحيانا قد لا تجد نصا هكذا صريحا، لكن تجد ما يؤول إليه النص الوارد، فتكون كأنه إجماع على وارد، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحكام الشريعة لا يمكن أن تغيب. يقول الشافعي: لا يمكن أن تغيب عن جميع الأمة إذا غابت عن مجموعها،
فلا بد أن يظل في الأمة محتفظ إن بإعلان وإن بكتمان وإضمار، لا بد أن يظل ذلك. والتجلي قد يظهر حتى في الإجماع، هذا من صور عصمة الأمة من أن تخالف عن ناجي نبيها أو تضيع ميراثه، فهي معصومة من الخطأ والزلل وأن تجتمع عليه. وهذا يقول أهل العلم لا قصدا ولا بغير قصد، مصونة، لأن العصمة لا يمكن تقصد أن تعتصم، لا، العصمة حاصلة لها، فلا يمكن أن يكون هذا. ولذلك هذه الأشياء أعاد أبدأ وأعاد الإمام الشافعي رحمه الله فيها. ثم ننتقل إن شاء الله مستعينا بالله إلى مبحث القياس. مبحث القياس الذي هو مبحث الاجتهاد، الإمام الشافعي رحمه الله يتناوله في مباحث أربعة أو خمسة. أولها أن هذا الاجتهاد لا بد أن نميزه عن الاستحسان، الاستحسان الذي أدرك الذين كانوا يشتغلون به من الأحناف، وقد يتوسع بعضهم إلى درجة تشويشها الأصول، وهذا شيء خاض غماره الإمام الشافعي في العراق، وجادل فيه كبار الأحناف محمد بن الحسن وغيره، فصار عنده من المسائل التي ينبغي التنبيه إليها في كل المواطن التي تمت إليها بصلة هذه المسألة الاستحسان، حتى إنه سيجعلها بين مباحث القياس، وكأنه استطراد الذين حققوا الرسالة، قال هذا البحث محل ليس محله هنا، فينبغي أن يضم أبحاث القياس إلى بعضها ويخرج الاستحسان. وهو غرض المنهجي أن يشير إلى أن الاستحسان قد يتوهم البعض بأنه ضرب من ضروب القياس وليس كذلك. ولا بد من أن نبعد ما يكون من الرأي الذي لا ينبني على تعليل صحيح ولا على شرط القياس والاجتهاد، لا بد من أن نستبعد، وهذا الشيء سيجي إن شاء الله في بيان معنى الاستحسان المدفوع، لأنه وجد أئمة يوجدون يقولون ما يعجبني كذا ولا أحب كذا ولا أميل إلى كذا، فجمعها فوجد هذه الأشياء غير منضبطة ووراء أحيانا مخايل تعليل وليست علل منضبطة ظاهرة يمكن القياس عليها، فقال هذه الأشياء يوشك أن تأتي على الأحكام الشرعية فتحفظ إزاءها. سيجيون إن شاء الله بعض التدقيق في مسألة الاستحسان. ثم أيضا قال ما وجهه الحاجة إلى هذا القياس أو إلى الاجتهاد أصلاً، ما وجه الحاجة إليه في مباحث الدين؟ ألا يكفينا ما نقل؟ قالوا دي لابد، الاجتهاد يعني ضروري للأمة، لأن النصوص معدودة، أحكام التهيئة المستخلصة معدودة، الوقائع والنوازل غير متناهية، ومستجدات التي لم يسبق لها نظير أيضا، إذا لابد لكي نجعل لكل حادث حكما وأن نمد رواق الشريعة على كل النوازل لابد من الاجتهاد، إذ لله حكم في كل نازلة إن بالنص كما سبق أو بالدلالة من نص، من تجد الحكم نصا وإما أن تجده بدلالة على النص، وهو المسمى قياس. ثم يقعد لمسائل القياس حتى نفهمه من بعد تعريفا، فقال إن الشرع الحكيم فوض للمكلف الاجتهاد في أمور تقضي أو ترسل إليه رسالة، تبعته إليه رسالة تقول لابد من الاجتهاد، ومثل بالأمور الثلاثة التي هي نفسها التي استدل بها، وهي سبقت لنا مسألة القبلة، مسألة المثلية في جزاء الصيد، ومسألة الثالثة صفة العدل بالنسبة للشاهد. حين أمر الله تبارك وتعالى بأن نوجه وجوهنا شطر المسجد الحرام حيث كنا،
أولا حين نكون معينين له مسألة واضحة تقول لي وجهك تلقاءه وسترة وانتهى الأمر، لكن حين تكون بعيدا فأنت بنا أمور ثلاثة، إما أن تعفى من هذا الشرط أنا هنا والقبلة فين ونراه وأنا لابد أن أولي وجهي سترة، إما أن أعفى من هذا الشرط وأصلي حيث متفق يصبح بالنسبة إلي هذا الشرط لاغين ساقط في الفراغات صلح جمعة تيسر، وإما أن يسقط الشرط المشروط فيه فتسقط الصلاة نظر لعدم إمكان هذا الشرط، وإما أن نجتهد بحسب الطوق والوسائل في تحري جهتها، وهذا الأخير هو المتعين، لأن هذه الفرائض لا يمكن سقطها وهذه الشروط لا يمكن لا يسقط، يعني تقول لا يسقط المقدور مع المعجوز، حاجة عجزتنا ما تقدروا عليه لا يسقطوا العجز وخصوصا إذا تجزأ أو انفصل. إذن يبقى الواجب هو أن تتحرى في حدود مستطاعك، ولم يترك الشرع هكذا بل نصب لك أدلة في البر والبحر ونجوم تهتدي بها لكي تعرف هذه القبلة في الجملة في الجهة. نعم قد تخطئ والإصابة، ومع ذلك يبقى مطالب بهذا الأمر. لماذا؟ إنك أولا تكلف كله منوط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع غاية الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها حدود قدرتها، اتقوا الله ما استطعتم استطاعتكم. فالتكليف يكون بشرطين، تبيين والتمكين، وهذه مسائل راجعة لا بد من أن تعرف ولا بد من أن تكون ممكنا. حدود المكانة تحتك حدود البيان الذي بلغ. ثم في مسألة مثلية جزاء الصيد، فجزاء مثل من قتل صيدا في الحرم وهو محرم لزمه فدية، أن يفديه بمماثله. من يقدر المماثل؟ حكمان. كيف؟ يجتهدان في المماثلة لأن ما عندهم نص، حتى إذا لم يكن لهذا الذي قتله المحرم من طير مثلا تحولنا إلى الممكن وهو قيمته، الشافعي يقول حتى لا يمكن، أما مع الإمكان فلا بد أن تجتهد، وقد تخطئ في الاجتهاد، قد تخطئ بدليل أن المختلفون في تقدير كثير من ألوان الصيد التي قد تكون قد يصيبها الوالي. فتحري في المثلية لون اجتهاد في تحقيق المناط كما يقول الأصول، تحقيق المناط هو إثباته في الفرع وإثبات الصفة التي تعلق بها. عندنا في المناطات التي هي العلة عندنا تخريج المناط، هو أن تبحث عن العلة بألوان البحث فيها بطرق البحث فيها، وتنقيح المناط وهو تعيين واحد من هذه المناطات المخرجة ليكون صالحا للإلحاق، ثم تحقيقه وإثباته في الفرع. هذه يشبه أن تكون من قبيل تحقيق المناط، ولهذا فعلا هذه مثل لهذه بحسب الاجتهاد. ولخذ بدل النعامة جمل، قتلت نعامة الجمل يبدو مثلا، لا، فخذ جملا تذبحه صدقة مقابل النعامة التي قتلتها وأنت محرم مثلا. بالنسبة لصفة العدل استشهد ذو عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله. صفة العدالة كيف تثبت؟ أولا لا يمكن التحقق منها باطنا، لأن الباطن يعلمه الله، إذا متعلق هو الباطن ظاهر ليس غير. ثانيا قد نخطئ في قولنا هذا عدل ظاهره مستقيم مع الشريعة وقد نصيب، وقد يختلف الواحد، نختلف أنا وغيري في مسألة عدالته، يزكيه البعض ولا يزكيه البعض. إذن هذه الأشياء الشرع الحكيم يعلم هذا، ومع ذلك أناطها بالاجتهاد ليقول لا بد من القياس، هذا قياسي في تحقيق المناط في هذا الجانب منه. ولا يمكن للشرع أن يكلفنا بما لا يقبله منا، وإذا ثبت أنه مقبول في حدود المستطاع ومتاب عليه دل على أنه مأمور به، لأنه لا يكون الطلب ولا يكون الإذن إلا في الجائز أو ما هو أعلى منه كالمستحب والواجب، لا يمكن
ولذلك جعلوا من أدلة حجية القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقولون كيف يكون له أجر مع خطأه؟ وإن كان أجر على الاجتهاد، لكن الاجتهاد انتهى إلى خطأ، هذه وسيلة. كيف يتاب على خطأ أو كيف يتاب على غير الإصابة؟ هذا دليل على أنها مسألة هنا من قبيل ما ينبغي أن يتعاطى على الخطأ نظرا لأهمية هذا اللون من ألوان الاجتهاد. ولذلك شمل بالعفو بل أعطي لصاحبه الاجتهاد حتى يعيد اجتهاده ويكرره ويمارسه. من إذن لا يمكن الشرع أن يعلق على أمر مآله إلى اجتهاد وهو غير سوي في الأصل، غير مرضي، ولا يمكن أن نرتب عليه توابا سواء كان وسيلة إلى أو كان لذاته إلا وهو من قبيل ما هو مرضي. جعل اجتهاد المجتهد الحاكم هو أوسع من أن يكون قاضيا. حاكم، قاضي، المفتي، المجتهد في القضايا، كل هذه هؤلاء حكام، كل من يتولى الحكم بمعنى استنباط الحكم الشرعي أو تنزيل الحكم الشرعي، يستنبط ابتداء أو يريد أن ينزله في تحقيق مناط معين، فإنه مجتهد. وهذا يعني يحيلنا إلى مبحث في الأصول التالي يسمى مواقف الأصوليين على اختلاف المشاربي في مسألة الاجتهاد، وفي تسمنا المخطئة والمصوبة والمتوسطة. الشافعي يأخذ مقعد الوسط، وسط الخيار والعدل بين الموقفين، فلو مع المخطئة ليقول كل مجتهد مخطئ لأنه لا يصيب عين الحقيقة عين الباطن، هذا غير مكلف به، لا يطاق أن تصيب الحق في نفسه، مطالب بحدود جهدك في مسائل الاجتهاد. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: هذه مسائل العلم الخاص الذي يجري فيه الخلاف لابد، وليس من قبيل الضروري الذي لا يسع المرأة جهله والذي تتحد فيه المعارف، لابد من أن يكون وضوع للاختلاف. المخطئة كل مجتهد مخطئ، المصوبة كل مجتهد مصيب، إذن مبالغة في الطرف المقابل، وبينهما المجتهد يخطئ ويصيب، وله على كذا كذا وله على كذا. إذا أصاب له أجران أجر اجتهاده والإصابة، وإذا أخطأ له أجر اجتهاده دون أجر الخطأ، إن لا يمكن أن يقال على الخطأ أجر بل على الاجتهاد. والمسألة إذن هنا منوطة بالاجتهاد وهو الذي أجيب عليه، والحكم منتزع من هذه الإجابة. إذا تكون الإتابة على ما يعاقب عليه يمكن، وإلا لتناقضت الحقائق. ثم ينتقل بنا الإمام في مسألة جزئية إلى أن هناك أمور ثلاثة لا بد من النظر فيها: الاجتهاد والإصابة، وهذا أشرنا إليه، والاجتهاد والاختلاف. بمعنى أن هل الاجتهاد يفضي إلى الاختلاف؟ قال: هذا ما في ذلك الشك، لا بد من أن يكون هناك اختلاف لأنه قائم على الوسع وعلى الأهلية وعلى شرائط معينة سنشير، والناس متفاوتون فيها. أنا سنجيء إلى شروط المجتهد وسيظهر أنه لا بد أن يحصل التفاوت. وإذا حصل التفاوت في الأداة حتى بين العتبة الأصلية التي لا يمكن القصور عنها وبين الأعلى، فلا بد أن تجي النتائج مختلفة بحسب ذلك. هناك أمور لا يجري فيها الاجتهاد وقد يجعلها البعض محل الاجتهاد، فيكون هذا من مطارات الاختلاف، مثل الرخص، تعبديات، وخصوص ما للرسول صلى الله عليه وسلم الخاص، هذه لا يجري فيها. معنى التعبدي هو الذي لا يدرى تدرى حكمته ولا وجهه، ولا يمكن أن نأخذ العلة منه ونستخرج العلة منه، ولا هو من نصنا العلة، هذا لا يمكن أن يجري فيها القياس، لأن أحد شروط أساسية لإجراء القياس هو
يعني ظهور العلة سواء كانت نصا أم كانت استنباطا واستخراجا، حتى في الشبه وفي قياس الدلالة وفي قياس المناسبة لا بد من مناص يمكن أن يعتبر كي يصير القياس عليه منتجا، وإلا امتنع. لا يمكن أن تقيس غير المغربي على المغربي في مسائل التعبديات، لا يمكن أن تقيس حركة الأصبع في التشهد عند من يراها مثلا في أشياء تعبديات لا يمكن أن يجري فيها قياس، وإلا فتح الباب للوال من الضلال بالعود. الرخص لا يمكن أن نقيس على رخصة المسح، مسح الحائل في الرجل على مسح الحائل في الوجه، قلوا بما أن هذا عضو من أعضاء الوضوء مغسول وهذا عضو من أعضاء مغسول، فحيث جاز المسح على هذا جاء المسح على هذا، ما قال بهذا أحد. أو المسح على القفازين، مرأة تسوي القفازين تقول هذا هذه أغطية الأطراف بجامع كونها غطاء وجامع كونها هذا المغطى عضو من أعضاء الوضوء، فليكن إذن المسح عليه لا يجري في الرخص. لماذا؟ لأن الرخص استثناء لحاجة، تبعي معي، استثناء في مورد الحرج واقعا ومتوقع. ولا يجري في الخصوصيات، خصوصيات كما هو يمين الله صلى الله عليه وعلى آله في مسائل كثيرة مما خص به، وده مبحث معروف خصائصه صلى الله عليه وسلم في الأحكام، يعني خصائصه في الإكرام وخصائصه في الأحكام. فما يمكن أن تزيد على أربعة مثلا في الزواج إذا كان إذا استطعت أن تصل إلى هذا الرقم، لا يمكن أن تزيد، لا يتصور هذا، لا يمكن، لا يجري هذا، ولا يمكن أن تحذف أن تسقط أصول العقد فتقول هذا زوج هذه لأنها وهبت نفسي لها في المستوهبة، لا، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وله خصوصيات أخرى يعني لا داعي لذكرها صلى الله عليه وعلى آله في الأول والآخر. من الوصال، الوصال النبي صلى الله عليه وسلم له أن يواصل ليل نهار حتى السحر لا يتسحر، ومرة صلى الله عليه وسلم 15 يوما ولاء، ولاء يعني، والمسؤول قال إني أبيت عند ربي، فهل تبيتون عند ربكم أنتم مثلي؟ أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لأننا لست بحاجة إلى غداء. بشرية رسول الله ترتقي إلى هذا المقام الملائكي أحيانا فيستغني، ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ويسبحون ليلة ونهار لا يفطرون، سيدنا رسول الله قد ارتقي إلى مقامهم أحيانا، فهذه دليله، لست كهيئتكم في الواقع، لست كهيئتكم. لا يقول قائل وهذا يصطدم مع بشرية رسول الله في القرآن، إنما أنا بشر مثلكم، هذا هو المختلف الذي يفتح الباب للزيغ لغير المؤهل للفهم. تقرير بشرية رسول الله في القرآن جاء ضدا على الذين يجعلونه مدخلا لإنكار نبوءته، أبشر يهدوننا؟ فهو ليس هو، الموضوع مختلف تماما، فينزله على وجه واحد ليس من الفقه. والذين يتبعون المتشابه هم أصحاب الزيغ في القلوب، يعني يقتصرون على رؤيته، هم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يفكرون به وحده ويجعلونه أصلا في مسائلهم، وتجد فيه نزوع المتشابه المحكم المتل المعظم، والذي هو أصل لهذا المتشابه الذي ابتلينا به في مسائل والله يعلم ما أنتم لا تعلمون، وهو باب لفتح عظيم لو عرفه الناظرون فيه، ولكن الذي لا يجعله في رتبته ويجعله مقدما ويحاكم المحكم إلى المتشابه يضل ضلالا بعيدا. مع أن قال أولي العلم سورة البقرة جاءت لتعلمنا الهدى بمفرداتها، في هدى للمتقين وجاءت أصناف من الهدى، وجاءت بعدها بإثرها سورة آل عمران لتعلمنا منهج الاهتداء، فبينت المحكمة والمتشابه في الابتداء، وكيف أن هذا أم الكتاب، هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي لشكل للمعظم وللأصل، لأن الأم تطلق على معظم الشيء وأصله، ثم قال وأخر ما يدل على
وعلى تدني الرتبة بالنسبة لمحكم، فرتب كما رتب الكتاب، هذا منهج. فالذي يقصر النظر على المتشابه الأقل وينقله إلى رتبة الأصل ويعكس المنهج، هذا في فساد في التصور، فساد في الفكر، فساد في الفلسفة، فلا في قواعد النظر لاستخلاصه حقائق الدين. منين خرجنا سيدي؟ تحفظوا الباب؟ قال سيدي كان يقولون في الدارجة عندنا، قال لها الخياط خائط معه، مشتغل معه أحد الخدام يأخذ الخيط في الطريقة القديمة، فكان إذا لم يكن ينظر إلى 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 الإبرين حتى يخالف بين الخيوط من بعيد، فإنه يجيء النسج في غاية التعلل، لأنه ينتبه فيقول لا لا تنظر، لا بد من حفظي، من أن نكون مع الذي يقيلنا كما يكون هذا الذي يشتغل مع معلمه الخياطة، فلا بد أن يكون معه على هذا اللون الملواني التنسيق الكامل. أين وصلنا؟ لا يجري القياس في الرخص، ولا يجري في التعبديات، ولا يجري في الاستثنائيات. متى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله رخص في عرايا؟ سيجيونا مثلا العرايا رخص فيها وهي في صورتها ربا، يعني ربا معناها ربا وتؤدي إلى ربا وغرر، واضح؟ وذلك رخص فيها للحاجة، فهل يقص عليها غيرها؟ لا يقص عليها، لا يجري فيها القياس في الاستثناء. العرايا مثلا في الأصناف التي لا يجوز فيها التفاضل والنسيئة، بل الوارد فيها والواجب فيها يد بيد مثلا بمثل، التمر بالتمر، لكن يكون الناس عند قرب جداده وهو رطب يحتاجون إلى أهل البيت في غديتهم، خصوصا في مثل جزيرة العرب. فترخص النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت الشكاية من نواع الحال إلى هذا اللون من ألوان الخرس، والخرس فيه من الأصل غرر. كيف؟ هو أن تقدر التمر في رؤوس النخل من خارس عارف، يعني تقدر كم؟ بمثله تمرا يابسا، والنبي رخص في تكمه، لا ينبغي أن يتجاوز 5 أوسق، فقدره كما وجعله للحاجة. نحن لم يعد التمر إلا بالتمر مماثلة، لأنه بيع الرطب بالتمر هذا يسمى مزابنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا لأنه تفتح باب النزاع. الزبن عندنا هو الدفع، أنت تقول لي هذا ليس هو مثل هذا في التقدير، ويقول لك لا هو مثله، مزابنة. ومن الزبانية يعني الملائكة المكلفين بدفع أهل النار إذا أرادوا الخروج منها، مزابنة. نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، بيع الرطب بالتمر أو بيع الثمر بالتمر. تمر هو ما يطلع أولا جديدا، تمر الجديد، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، وصحوا هذاك الشكل في ذلك، بيع الثمر بالثاء المثلتة وفتح الميم بالتمر الذي هو جاف من نتاجه، وبيع الكرم بالزبيب، كرم العنب والزبيب يابسه، في التقدير بينهما لا بد حين يبس هذا ينقص فيصبح التماثل مختل، وربما تختل إلى درجة كبيرة في التماثل هنا. لكن مع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا المعارية، وهو هذا التقدير على هذا النحو خرصا، لكن الناس توضعوا عليه من جهة، وكان في هذه الحدود التي تشد الحاجة إليها، خصوصا إذا استصحبنا حال الناس ساعة عيد إذا كان طعامهم الغالب عليه التمر، وحين يجيء الرطب يشتاقون إلى هذا النوع من الرطب، لأن طعامه على امتداد، حليب وتمر، ماء وتمر، تمر وسويق تمر وكذا في بلاد التمر. فقال لملا لا يقاس على العرايا. ثم الإمام الشافعي رحمه الله جاء بأمثلة مختلفة في الباب قبل أن يعني يجيء الذين من بعد ليصنفوا لنا العلال، ويقول هذا قياس لا فرق، وهذا قياس
على علة مستنبطة وهذا على علة منضبطة مع شاهد خارجي، وهذا تنضبط بالشاهد وتنضبط بدليل خارجي. الوان من التعليل سيجيون من بعد في باب العلة، بناء على أن العلة لا تعرف من طريق واحد، تعرف بطرق تنيف منافتة العشرة طرق، عشرة من طرق، منها تعرف بالنص وبالإجماع وبالدوران وبالإيماء بأدوات التعليل كالفاء واللام ونحوها والاستناف البياني ونحو. ثم التعليل بترتب الحكم على الوصف، القاتل لا يرد، أي لا يرد لقتله، العلة هي القتل. من إن أخذنا من ترتيب الحكم على الصفة القاتل، إن ترتيب الوصف يدين بالاشتقاق والاشتقاق يدين بالعلية، الوصف مشتق وترتيب الحكم عليه يدين بعليته. هذا قال العلمي، ترتيب الحكم على الوصف يدين بالعلية، وترتيبه على الاسم مجرد لا يدين بالعلية، وإنما يعلق الاسم أو الحكم على الاسم أي اللقب، وقد يجعلنا مفاهيم اللقب التي لا التي تضعف عنده. نعم. ومنها أخذ وفقدت وجعلت لي تربتها شفي، وجعلت لي تربتها طهورا. قال الملك عندنا هذا مفهوم لقب فلا ينبغي أن تعلق به، بينما الشوافعي قالوا لا سيدي هذا مفهوم يشبه أن يكون مشتقا وهو ليس به. الملك هي لقب، ومعنى لقب لقب للأرض، تربتها هي الحديث الذي جعلت لي الأرض ومر تربتها، وما حملوا هذا المطلق على المخيط أو العام دعنا على الخاص، فقالوا التربة فلا بد من تراب، لذلك اشترطوا التربة، لأن الملك هي مطلق صعيد، كان ترابا أم حجر المهم أن يكون من الأرض وعلى طبيعة الأرض، حتى تخرج الأشياء التي غيرت طبيعتها وصفتها. ويقول الملك يقول هذا عندنا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس تأتي بالحكم على المشتق، لأن الترب اسم مصدرها الصحيح وليس من صفات الاشتقاق. لذلك الملكية عندهم مسألتهم يدققونها في الباب. نعم جابع سيدي. إذن ويؤخذ أيضا بالصبر والتقسيم، ويؤخذ بما سميناه بالعمليات الثلاث، التخريج والتنقيح والتحقيق، هي أيضا من وسائل. إذن آليات استخراج العلة التي هي مناص تعليق الحكم أو تعديته من أصل الفرع، إن يجب من جيب القياس تلقوا القياس في أبسط تعريف له إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، والجامع هنا هو العلة، لأن هي التي من خلالها يكون التعدية، تعدية تعدية نعم تأكيد نعم، أو حمل معلوم على معلوم لحكم في حكم معلوم لسبب وعلة معلومة. يقربون بهذا المسائل، وإلا هي مع الاشتغال تبدو واضحة كاملة. فما لجري فيه العلة مفتقد لأحد شروط القياس، من لا بد أن تكون هذه الأركان، هذا أصل مقيس عليه، لأن القياس في أصله المقايسة. خلينا نجد اليوم الشافعي في المباحث، قياس فعال بمعنى المفاعلة، لفعل الفعال هو المفعل، قياس بمعنى مقايسة، جهاد بمعنى مجاهدة، قياس مقايسة. والمقايسة هي إلحاق قيس بقيس، وشنو هو القيس؟ هو القدر، وأصله القوس بالواو، الياء هنا فيه علة، تحويل صرفي. ما عندنا لا تجد في المعاجم قاسة يقيس في قايسة، ما عندناش غير قواسة، أي في مبحث القاف والواو والسين، ويصلها قواس جهة الواو وقبلها عدوتها الكسرة فقلبت ياء للمجانسة فقيل قياس. والقيس القدر ومنه القوس، نعم كانوا يقيسون به، وكان على قدر الذراع أو الذراعين، ومنه قاب قوسين أي قدر ذراعين، هذا صحيح، يكون القوس ذراع المقاس الذي يقدر به، فرجع القياس إلى آلة التقدير والمقايسة. فإذن هو مساواة فرع بأصل في حكم لعلة ناظمة. إذن دائما لاحظوا أن الإطلاق اللغوي هو في الحقيقة مستصحب في الإطلاق الشرعي،
مع تقييدات فيه. فلذلك اللغة هنا ليست يعني اللغة الاصطلاحية لا تشكل قطيعة مع الإطلاق اللغوي أو الاستعمال اللغوي. تقيدوا تسخوا عليه شيء ولكن القصيعة ما كانت. أقيسة جاء بها الإمام الشافعي رحمه الله ليحرك فينا بواعد المتابعة لهذا المبحث العظيم العميق الغائص المتين الذي لا يستطيع أن يتتبعه بدقة إلا وهو واجد إذا صبر، وبالشرط أروع ما يمكن أن يجده في علم الأصول كيف استعمل أئمة القياس للحق، وكيف اجتهدوا مخلصين لدينهم وناصحين لأمتهم في جعل النوازل تنتسب إلى الشريعة عبر جسر الاجتهاد القياسي. إدخال كم من الأحكام هذا سيدي بالطبع تعرف حكم الله غيب، الوقوف على مراد الله غيب بعد انتهاء الشريعة، لكن هذا من ولي الاجتهاد في مقاربة معرفة أحكام الشريعة بخصوص النوازل التي لا نص فيها. هذه مسؤولية المجتهد، وأية مسؤولية مسؤوليتين هي. ذكر أمثلة أنبهنا على بعضها ولعلكم تفتحون على أمثلة التي رأى كما بينا. اذكروا منها بيع المسرات زيد الجميلة، اذكر هذا نعم بيع المسرات. ما هي المسرات عندهم وما معنى كيف جيء بهذا المثال أو المبحث في مسائل القياس؟ المسرات هي ناقة حلوب ويلحق بها كل حلب من شاة أو بقرة أو نوع، تباع بنوع من الواحد تدليس، يجيء بائعها فيحبس اللبن فيها أياما لا يحلبها فتضخم درعها، ثم يحصل معها بعض سمن وهمي ثم يجيء بها إلى السوق فيدلس على المشتري فيأخذها منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مسراتان يعني فيها عيب، وعيب هنا غرر بين يعني نوع من الخديعة الواضحة التي لا يمكن أن تسمع عليها في المبايعات. قال فله ردها وصاعا من تمر، ردها دي واضح رد بالعيب، ولماذا يزيد؟ قال لأنه حلب اللبن المصر المجتمع، حلب ما عرفها لما حلبها رجعت إلى طبيعتها ورجعت إلى هزالها وضعفها، وبقي الحليب الذي رآه فيها مستمرا. عندنا أصل هو أصل حديث وهو قاعدة في الأصل، لأن عندنا حيانا حديث نبوية تمثل قاعدة، الخراج بالضمان، وهو رضا يمشي. الخراج بالضمان يعني إيه؟ الخراج هو ما يلزمك مقابل ما قد ضمنت، وهو تقريبا تماما شبيه بقاعدة الغنم بالغرم، الغنم بأي عوض من الغنم، يعني لك من الغنم مقابل ما كان عليك من غرم، كذلك أنا عليك أي الخراج الذي يترتب عليك ومحسوب عليك هو بالضمان الذي ضمنته. السلعة إذا كانت عندي أنا وينبغي أن أردها بالعيب، فهي ما دامت عندي أنا ضامنها لو تلفت، من الذي سيعوض وكذا إذا تلفت؟ أنا، لأن عندي فأنا ضامنها مقابل هذا الضمان، الاستفادة منها مقابل هذا الضمان اللازم. ومع ذلك اختلت هنا، من هنا يريد أن يؤسس لقياس بقاعدة أصلها حديث. قال سيدي هذا العوض الذي هو صاع من تمر مقابل ما أخذت من تديها من لبن مصرى لأنه جزء ثمن، جزء من الثمن،
لما باعها لك باعها مسرات، فهذه داخلة في جزء الثمن. لكن ما صار بعدها من حلب هذاك مقابل الضمان، نور كيفاش؟ لذلك من يقول سيدي اثنين التصريات دون غيرها من الحلب، إنه ممكن أنك سريتها ثم بقيت معك لسبب من الأسباب، بعد السوق لا يمكن اللقاء، المواعيد التي رتبته مع البائع الأول اللي ترد إليه السلعة، فلابد حلبتها. هذا الحلب تاعك مقابل ضمانك، وهذا العوض من التصرية لأنها جزء ثمن، جزء ثمن. وانظر كيف ينظر المجتهد لمسائل من هذا النوع في الحديث حتى يمكن أن يقيس عليها، فما يدخل في جزء الثمن لابد من تعويض، لأن جلنا السلع إذا ردت بعيب فهل يلزم رادها تعويض مستغل منها؟ الجواب لا، لأن الخراج بالضمان. لكن لو كان فيها شيء محسوب من الثمن ابتداء مما يلاحظ فيها، فهذا لابد من تعويض فيه بقدره قياسا على المسرع. فهمت؟ مثلا دجا بيع سلعة وعليها مسائل مضافة إليها ولوحظت في الثمن ابتداء حين أخذ، ثم حين أخذها وزيلت أشياء منها بسبب الطول بسبب استعمالها، هو هذا الشيء الذي كان ملاحظا في الثمن لابد له من عوض. وما لم يكن ملاحظا في الثمن، لم يكن ملاحظا في الثمن، فإنه يكون خراجا لك فائدته مقابل ضمانك، مقابل ضمانه. إذن هذا مثال التصريح. هنا مثال آخر، الدية للعاقل، للعاقلة، أي على العاقلة. في مبحث الديات في القصاص عندنا في مبحث الشريعة، في قتل الخطأ، قتل المؤمن خطأ فتحوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة، يعني في قتل الخطأ كفارة بالعتق والدية بالتعويض للتسلية ومسح نزوع الدار، دية وكفارة، كفارة فيما بينك وبين الله بحق إسلامه إيمانه ولو في مسألة الخطأ، والدية بالحق الذي يتعلق بهذا الانتماء الاجتماعي، وما غاب بغيبة الرجل المقتول من خلل يحصل في الأسرة. الدية على العاقلة أو للعاقلة، عاقلة الرجل عصبته، فهذا القاتل بخطأ عاقلته عصبته، يعني من جهته هو لم جهة زوجته، هم الذين يشتركون في توفي في جمع هذه الدية ويعطاها لهم. هذه الدية العاقلة جاءت على استثناء على خلاف القياس. الأصل أن الجاني يتحمل الجناية، يعني كان أنه ينبغي القاتل قتل الخطأ فرق، لا بد أن يكون نوع من التفريط غير مقصود صحيح، لكنه ونظرا لجسامة المسألة وهي إتلاف النفس، الخطأ لم يغتفر، نعم لم يغتفر، شوف لخطورة إزاق الأنفس خصوصا المؤمنات، فكانت هي أيضا استثناء. فهل يلحق بهذا الاستثناء ما لو حصل خطأ إتلاف بعض الأعضاء، إتلاف الأطراف؟ إذا أتلف عضو خطأ فهل على عاقلته تعويضه قياسا على شديدة قولنا لا، ما خرج عن سنن القياس، ما عدل عن القياس، لا يجرى فيه القياس. فقد نقيسه تاني هنا وقلوا زيدي أيضا، لأن الشافعي قال يمكن أن نلحقه بقياس الأولوي وأثار مشكلة. قال هذه العاقلة إذا ضمنت النفس كلية فكيف نضمن جزء النفس؟ هذا من باب أولى عليها أن، فأثار هذه المشكلة حتى يبيننا أنه بالإمكان أن يقع الاختلاف في الاجتهاد وتكون الأحكام تبعا لذلك بسبب النظر. فمن قال لا يجري فيه الاستثناء منع عدله من الحق، ومن قال لما وجعل في المعدول بيعني القياس
مسرح للقياس، مجال للقياس. احنا هذه المسألة من هنا يتسع خلاف الفقه. الذين يضيقون بالخلاف ليس هدعشهم، ليس هدعشهم. الناس ضق العقل، ضق الصدر، وتمعض الإنسان من مباحثة مثل هذه الأشياء. لكن الذين يريدون أن يعرفوا الشريعة وعظمتها وأن الاختلاف لا بد من أن يستمر بشرطه وأدبه، بشرطه وأدبه. وحين أراد الشافعي أن يودع الرسالة ويودعنا معه، ترك لنا مسائل في أدب الخلاف وشرط الخلاف، وهي آخر ما سينتهي في الرسالة. إنه علم أننا مع القراءة سيثار في ديننا أشياء وفي خواطرنا أمور ينبغي أن لا تبقى مستحضرة، خصوصا من طالب علمين وجدت فيه. أردنا أمثلة أخرى سيدي. نعم قرأ سيدي شيئا. قال والدته رضعنا ولا قل سيدي قرأ آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأ سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم. وصل المعلول بعلته هذا مما يحسن في الوصل، لا تقف على المعلول بعلته. احتاج لك ان ارضاعهن حولين كامل ليس واجبا، ليس واجبا. وهذا من الخبر الذي يقتضي الحكم، فهو مورد للنظر للاجتهاد والاقتباس، يؤخذ منه الاحكام. تابع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تابع. لا تكلف شيئا. تابع. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ضم جيبك ليها ابن كثير. لا تضار والدة، هو البصري. نعم نسيت. نعم تضارر، لا تضار والدة بولدها ولا مولود. هذا شيء الوحي هو معه البصري حق وذو جلة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود. مولود افتح الميم، ما افتح الميم يا سيدي. لا تضار والدة بولدها ولا مولود. افتح الميم، افتح دائما قبل الإسكان، الحركات يجب إتمامها قبل السواكن. مولود نستعين، إن الاختلاس يجيء حركة مع سكون يرد فيها الاختلاس. نستعين مولود. تابع سيدي. لا تضار والدة مولود، مولود له. تمام. مولود ولا مولود له. عايدة سيدي افتح، افتح سيدي. كاين تجويد عندنا، تجويد الحرف وتجويد الحركة. تجويد الحرف يا سيدي ما كاينش، تجويد الحركة. وكل مفتوح فلن يتم. زيد. وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. ود انفتاح بانفتاح للفم يتم، والمكسور بالكسر إعلامي. إذ الحروف إن تكون محركة إشراكها في الأصل أصل الحركة. للمخارج للحركات مخارج. تباز. وعلى المولود مولود. تباز. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تباز. هذه يقول لك ان التحقيقات تحقيق المناط. سير الزاد هذه يقول لك الدرس، ان الشافعي كان يسقن ابن كثير، فهمتي؟ ونحن لا ابن كثير ولا ابن جرير. تابع. لا تكلف نفس الا وسعها. سير. تابع.
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له تبعش لا تضار والدة بولدها ولا مولود مولود مول ولا مولود له بولده ولا مولود له بولده نعم سيدي. هذه الآية وردها الشافعي رحمه الله ليجيء بقياس بديع وهو واضح. أنا أشير لكم إشارة ونمشي ونمشي. وهو أن الوالد بمقتضى الوالدية يجب عليه الإنفاق على ولده العاجز عن الإنفاق على نفسه، وهذا ما دام صغير وما دام لا يكسب واللي بيستقل عنه وينفق عليه بمقتضى الوالدية. قال يقول هو: والولد إذا استغنى في وقت عجز والده بمقتضى الولدية قياسا على بمقتضى الولدية نفسها يجب عليه الإنفاق على والده. شهد التبادل في باب القياس بمقتضى الوالدية والولدية. لذلك القرآن قال: ولا مولود له فأب. المولود مفعول ومن صفات الاشتقاق، هذه جينا من بعد، هذا هو معنى المزني. ونحتاج للنظر في الرسالة لأن ما قالش وعلى من ولد له وعلى المولود له، فجعلها في صفة مشتقة ليعلق الحكم على الوالدية والمولودية. وليكم ترتيب الحكم على المشتق من مسالك التعليل، من مسالك التعليل وطرقه. اللهم اشرح لكم من سبيل الصالحين وارفعنا عندك من المقربين، جعلنا من أهل طاعتك وولايتك، وحفنا برعايتك وكرمك إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتحنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. يا غني لم يزل يغفر لنا ما مضى، والطف بنا فيما لم يزل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سألك اللهم لطفك بأوليائك، اللهم اكتب لنا خاتمة حسنى وجنة من أهل رعايتك بفضلك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.